السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مسيو هاني عياش من قناة تعلم اللغة الفرنسية على يوتيوب. جزاك الله خير، أتمنى تكونوا جميعا بخير. هنكمل مع بعض إن شاء الله سلسلة تصريفات الأفعال في اللغة الفرنسية ونطقها الصحيح. النهاردة معنا فيرب جديد وهو فيرب شانتي. شانتي بمعنى يغني، شانتي. الفيرب طبعا زي ما أنتم شايفين بخمي جم مجموعة أولى بنحذف الـ ER. جو شانت هنضيف E، أنا أغني. تو شانت أنت تغني هنضيف ES. إيل شانت هو يغني. إل شانت هي تغني. أون شانت نحن نغني. طبعا مع جو والإيل والآل والأون دايما بنضيف أو في المجموعة الأولى. نو شانتون أو إن إس دايما مع نو. فو شانتي أو زد مع الفو دايما. إل شانت أو إن تي وإل شانت أو إن تي. وزي ما اتفقنا مع مسيو هاني أو إن تي لا تنطق في الأفعال. نو شانتون نحن نغني. vous chantez أنتم تغنون. ils chantent هم يغنون. elles chantent هن يغنين. verbe chanter مجموعة أولى. je chante tu chantes ils chantent elles chantent on chante nous chantons vous chantez ils chantent elles chantent. نيجي بقى لفقرة الدفوع بتاعنا. يا ريت بعد إذنكم نحاول نعمل بس جملة بسيطة جدا على verbe chanter، نكتبها في كومنتير ولو في غلطة فيها أصحح لكم الأخطاء. ميرسي جدا للناس اللي بتتابعني والناس اللي بتكتب جمل وبتتابع معايا دايما باستمرار. اتمنى تكونوا بتستفيدوا من الفيديوهات دي، ولو بتستفيدوا يا ريت ما تدخلش بلايك على الفيديو اللي احنا بنتفرج عليه. انتظروا ان شاء الله في فيديو جديد مع مسيو هاني عياش من افعال اللغه الفرنسيه. اتوتالو.